647 وفاة سجلت خلال شهري جويلية وأوت بسبب حوادث المرور، أرقام مرعبة تسجلها الجزائر، أمر استدعى تشكيل ورشات عمل لمعالجة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور من خلال دراسة الأسباب وتقديم الحلول، خاصة فيما يتعلق بقانون المرور. الحكومة دقت ناقوس خاطر من خلال أنه وزارة النقل كانت استدعتنا على كل حال للمشاركة في، كانت فتحت ورشة لكل فاعلين، كل فاعلين في المجال الأمن المروري، من خلال أنه تقوم بإعداد مجموعة من التوصيات اللي من شأنها أنها تقف على إعادة النظر في بعض النصوص كذلك وبعض القوانين المرور اللي من شأنها أنها تكون أكثر تشديد، يعني بالنسبة لي خاصة بالنسبة لسواق النقل الجماعي وكذلك النقل البضائع، باش على الأقل تقف على المجازر المرورية توقع في الطرقات. كذلك حتى بالنسبة لوزارة العدل اليوم ماشية في إطار يعني تشكيل لجنة اللي من شأنها أنها ترافق هذه العملية عن طريق إعادة النظر في بعض العقوبات من شأنها أنها تشديد تكون أكثر صرامة، وكذلك في حق المخالفين يعني وجرائم الأمن المروري، أنه تكوين المكونين، اقتراح تكوين المتكوين، كذلك نتكلم على ضرورة أنه تكون هناك يعني تدعيم مدارس تعليم السياق وتشجيعهم عن طريق باش تكون عندهم مدارس ذكية عن طريق استعمال كل وسائل التكنولوجيا. ما يفوق عن 1379 حادث مرور خلفت هذه الحوادث للأسف وفاة 647 شخص وإصابة 2419 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. وقد سبق لقيادة الدرك الوطني أن اقترحت خلال الملتقيات الوطنية على الجهات الوصية عدة تدابير التي يجب وضعها حيز التنفيذ الفعلي وبصفة استعجالية. نقاط سوداء تشهد حوادث مرور متكررة، اصطدامات متسلسلة وسيارات تتحول لخردة في ثواني، فالسرعة الجنونية التي يقود بها البعض، والمركبات القديمة التي عفى عنها الزمن، وغيرها من مسببات الحوادث الدموية. نوعية حوادث المرور تطورت سلبياً، ليس عدد الحوادث وإنما أقصد النوعية. للدولة أن تراجع وتصحح هندسياً بعض الطرقات وبعض الممرات، وتصلح ما هو موجود حطب في بعض الأماكن التي تتطلب السرعة ولا يدركها السائق. عودة رخصة السياقة بالتنقيط أمر مهم، رفع من الردع في بعض القوانين أيضا أمر مهم، تكتيف صيغة المراقبة على المركبات، مراقبة تقنية مركبات نقل المسافرين، خاصة عملية استيراد القطاع واستيراد المركبات وتجديد الحظيرة أمر ضروري أيضا من بين الحلول التي يمكن أن نقترحها. الأرقام الرهيبة لعدد ضحايا حوادث المرور تستدعي تحركاً فعلياً وعمل مؤسسات يجمع مختلف الشركاء في مشاريع ميدانية للحد من فاتورة إرهاب الطرقات.